الأسود هو ملك الألوان وهو لوني المفضل، من هيك عطول ضلني لابسي أسود. بس أكيد اللون الأسود فينا نغير اللوك من فترة لفترة، فينا نلبس اللوك الروك اند رول، الستيل البانك، ستيل الجوث، وكمان الستيل كمان اللي كتير جدي. فينا لكم إنه الأسود يمكن من إحدى الأشياء الصعبة وكمان الهينة بنفس الوقت، بس أهم شيء نعرف نعمل الميكس اند ماتش بالستايل اللي بيلبق مع بعضه.